تنشر حاجة زي كده، ما ينفعش تتنشر في وسط غير طبي. ما ينفعش اقول مثلا انزل خريطة في كتاب او على موقع او كده ونقول دي المواضع المحظورة في الحمل. هي محظورة بالنسبة لي كطبيب، انا مش هستخدمها واكون عارفها وعارفها صح، انما ممكن غير الطبيب يستخدمها استخدام خطأ. في العكس بقى، يعني المحظور لو استخدمته ممكن يستخدم الليجل يعني. فطبعا هناك مواضع محظورة في الحمل، ولكن الحامل يمكن ان تحتجم في اي مشكلة صحية بتشتكي منها. بل بالعكس، بيجي لنا بعض النساء حوامل عنده متعودين بيجي لهم مثلا سكر حمل، وبيتخافوا من المضاعفات بتحصل الجنين اللي هو كبر حجم الجنين والمشاكل اللي ممكن تحصل في عند الولادة. فأما بتعمل الحجامة طوال شهر الحمل، كل طبعا ترايمستر أو كل 3 شهور لهم طريقة معينة في الحجامة، بتتفادى كتير جدا من المشاكل اللي بتحصل في عند الولادة مثلا. مع العلم ان الاماكن المحظورة في الحمل اللي مش مقصورة على الاماكن في البطن، ممكن في اماكن في الوجه، ممكن اماكن على الرقبة، ممكن اماكن على الايدين على الرجلين محظورة في الحجامة. وانا يعني انا بنادي كل الاخوة اللي بيعملوا حجامة ما يعملوش حجامة لواحدة حامل الا اذا كان على علم بالمواضع دي، وانا اعتقد ان محدش يعرفها لسه، لان دي اول ما تتنشر بتتنشر بين الاطباء في مجالات علمية، في مناهج دراسية بيكون الطبيب مؤتمن على الأماكن دي. المشاهد الثالث عمل عملية قلب مفتوح، فهو عم يسأل انه هل استطيع ان اقوم بعمل الحجامة؟ هل يعني عمل الحجامة او القيام بعملية الاحتجام يفيد في الاستطباب وفي تقوية القلب؟ الحجامة زي ما قلت لحضرتك هي بتنشط، بتظبط الطاقة بتاع القلب، الطاقة بتاع أعضاء الجسم كلها عموما. فهو هنا عادي ممكن يعمل حجامة، بس بتتوقف على من يحجمه، الحجام الخبير. الحجامة الشعبية لا أنصح أي واحد إن هو يعمل حجامة شعبية، لازم يكون دكتور طبيب ويكون متميز في المجال، لأن هي في مواضع بنعملها للحجامة لمرضى القلب هو ممكن يحتجب، بس أين يحتجب هي دي المشكلة. اللي أنا ما أقدرش أقول له تروح عند أي حد يعمل حجامة يطلع دمه وخلاص، ودي ثقافة معظم اللي بيعملوا حجامة ان هو يخرج دم، يقول لك دم فاسد بيطلع وكمية ويسيبه وكده. هي مش كده، احنا احيانا بنعمل مواضع حجامة للناس ونقطة يطلع فيها اخلاط، نقطة ما يطلعش، نقطة تطلع نظيفة خالص حسب المكان. ودي الحجامة الصح، لان احنا بنشتغل على الليمفاتيك كابيلاريز مش على البراد كابيلاريز، بنشتغل على الشبكة الليمفاوية اللي هي بتصرف السموم بتاع الجسم مش على الدورة الدموية. لذلك الجرح بعد الحجامة بيلتئم تماما، يعني ما بتحتاجش حتى انك تحط باندج او غيار او كده عشان تحبس الدم. بينما في الحجامه الشعبيه لازم يحط بانديج ويحط كذا وكذا عشان الملابس كده والجرح يبقى، فبتبقى صعبه. انما هي بتفيد كمان في الوقايه من جلطه القلب، بتفيد يعني بتفيد في الوقايه من الجلطه، بتفيد في تنظيف الصمامات، بتقلل الاحتقان واحتشاء عضله القلب، يعني ليها فوائد عديده يعني. في بداية الحلقة دكتور عبد الناصر يعني كلمتني عن الأمراض التي يمكن أن تعالج بالحجامة، لكن وتقسيمات هذه الأمراض التي تتواجد في الرأس والتي تتواجد في الجذع وما إلى ذلك، ولكن ما هي أفضل المناطق في جسم الإنسان لعمل الحجامة؟ هنا مربط الفرس زي ما بيقول. يعني هنا مثلا لما بنيجي نتكلم على الحجامة بنقول الحجامة أوفر أكيوبوينتس، يعني فوق مواضع تشبه مواضع الإبر السنية. أصبح للحجامة دلوقتي خرائط علاجية معينة، كل مرض أو كل مشكلة لها مواضع على الجسم تختلف من مشكلة الأخرى. لو خدنا مثال مثلا الصداع، الصداع هو سيمتوم عرض مش مرض. يعني الصداع إنسان يشتكي من صداع هيدك معناها إن هو في مشكلة صحية موجودة في جسمه، ممكن مشكلة لها علاقة بالدماغ، بالمخ، ضغط الدم، مشكلة لها علاقة بالمعدة، بالكلى، ممكن إمساك، ممكن إجهاد، ممكن توتر، ممكن حوالي 50 سبب للصداع. هنا بقى بتتوقف الحجامة على شطارة الطبيب، اسمح لنا نقول الطبيب ما بقولش الحجام، لأن أنا من النوع اللي أحب أتمنى إن كل الأطباء يهتموا بالحجامة، وسعينا لها إن شاء الله إن هي تسجل وتدرس في كليات الطب بإذن الله. إن شاء الله. فإن هو يطلع سبب الصداع، سبب المشكلة، ويعمل المواضع حسب السبب. يعني مثلا واحد عنده إمساك مزمن
سبب الصداع، اما البطن تمشي يبقى كويس، الصداع يروح يبقى خلاص احنا بنتاكد ان سبب الصداع هو هو الامساك. اما بنعالج الامساك بمواضع، الامساك له مواضع على الجسم. مثلا عنده مشكله في الكلى، كسور كلوي مثلا او شيء زي، او ضغط دم او كده، يبقى احنا بنعمل الحجام، بنحجم الصداع على حسب السبب او المشكله بتاعته. اذا عندنا بقى مواضع، خرائط للصداع 20 30 خريطه مختلفه لعلاج الصداع، ممكن بعيد عن الراس خالص، يعني بعيد عن الدماغ. لما الناس فكره ان الصداع موجود في الدماغ بس، لا، احنا ممكن نعالجه بعيد عن الدماغ خالص. ممكن طبعا في مشاكل الامراض الجلديه حسب المرض، يعني حساسيه الطعام لها مواضع، اكزيما لها مواضع، سورايس الصدفيه لها مواضع. هنقول الامراض الجلديه الانفكشس ديزيز زي مثلا الفانجل اللي هي الفطريات، والفرانكلوزيس اللي هي الدمام اللي بتطلع في كل حاجه، لها مواضع واسلوب معين بتختلف. عندك امراض الكلى لها مواضع، امراض المعده لها مواضع، مشاكل المعده لو كانت مثلا جاست حموضه ديسبيبسيا بس لها مواضع لها اماكن. طب لو هي قرحه، لو بيبتيك ألسر، بتختلف المواضع كده يعني. اذا كل مشكله صحيه لها خريطه علاجيه محدده، ودي بتبقى احنا بنسجلها على كروكي. ده كمان على النظام القديم، في نظام احدث من كده يعني دلوقتي، في هنتكلم عليها ان شاء الله بعدين، اللي هو الجديد في الحجامه، واللي الحمد لله استطعنا ان احنا نتوصل بيه. حاجات جميله جدا جدا، مفرحه جدا في مجال الحجامه. يعني تقريبا تتوزع مناطق عمل الحجامه على كافه انحاء الجسم. كل منطقه في الجسم يمكن حجامه. طيب هل يعني غير الرجال ممكن النساء والأطفال، يعني مين يستطيع أن يعمل الحجامة؟ من يعني هناك عمر محدد، هناك فئة معينة مثلا، ولا لا جميع الناس يستطيعون عمل الحجامة؟ هقول لحضرتك حاجة، هو بيتوقف على نوع الحجامة. الحجامة الشعبية اللي بتمارس من قبل حجام، ده طبعا هو بيطلع كميات دم كبيرة، واحنا بنصنفها تبع الفصد. فصد يعني إخراج دم بكميات كبيرة من مكان غير مؤهل إنه يخرج بيه، لانه بيطلع ممكن في الكاسه الواحده حوالي 200 سنتي دم. ال 200 سنتي دول كتير، لما تطلع في 3 4 كاسات حوالي 600 سنتي او 800 سنتي، بيقترب من كيسين دم، دي مشكله كبيره. وللاسف الكثير غائب عن الموضوع ده. انما الحجامه الطبيه بالطريقه الصحيحه يمكن ان يحتجم فيها الطفل من عمر سنتين او سنه لغايه 100 سنه، ما فيش مشكله. الرجل والمراه في اي سن، حتى ملهاش علاقة. السيدة يقول لك مثلا، في اعتقادات ان السيدة قبل ان تحيض، يعني سوري قبل ما تتقطع الدورة بتوصل لسن المينوباز، ما بتعملش حجامة لان حجامتها دورتها زي ما بيقولوا. الكلام ده كله يعني زمان كان ممكن اعتقاد انه عليها دم الحجامة او الاخلاط اللي بتطلع في الحجامة بتختلف تماما عن الدم النازل عن طريق المنس او عن طريق الدوره الشهريه، بيختلف تماما. وبالاضافه يبقى احنا بنعمل الحجامه للمراه في اي سن وفي اي مرحله عمريه، وسواء حامل بس مش عند اي حد، او غير حامل طبعا، في ملاش علاقه، ملاش حدود يعني. وللطفل في بعض من امراض الاطفال بيبقى محتاج حجامه، ممكن تنقذ بقى مستقبل وحياه الطفل. يعني مثلا لما يجي طفل عنده مشكله، مثلا مشكله في عصب السمع، عنده نيورايتس، التهاب في عصب السمع مثلا، او مشكله في التهاب في الدرام الطبله، حاجه ممكن بعد كده ممكن تعمل له انسداد في التيوب، او مشكله في القوقعه يفقد السمع بعدين. فانت لما بتبدا الطفل زي ده، احنا بنبدا احنا نعمل له الكابنج ثيرابي او الحجامه بطريقه مظبوطه محترمه، بتعالج المشكله، وبالتالي انت بتنقذ طفل عمره سنه او سنتين. سبحان الله، يعني ممكن بعد كده يطلع اصم ما يسمعش، فبالتالي يطلع ابكم ما يتكلمش، فبالتالي يطلع مشكله. فالحجامه لها دور في كل سن وفي كل عمر، رجل او امراه او كده. اذا هي تفيد لكل الاعمار ولكل البشر ولكل الاجناس، بتفيد. بس الحجامه الطبيه الشعبيه نحط عليها 1000 خط، لا يعني يفضل يعني. طيب ما هي الادوات التي تستخدمونها في عمل الحجامه؟ احنا نبدا بالتسلسل، يعني احنا لو عايزين نتكلم على الادوات الحاليه الموجوده اوكي، انما في ادوات ما زالت تستخدم على فكره.
يعني هي اول ما طلعت ادوات الحجامه يعني عفوا، ابتدى. انا شايف في عندك ادوات او جايب ادوات ممكن انا تكلم جايب عنها. الحاجه اللي احنا بنستعملها الكومن السريعه دلوقتي، يعني مثلا لو جينا طبعا اما بنستخدم الجوانتي بنستخدم الجلاف اللي هو المعقم سنجل يوز، استخدام معاك جوانتي جراحي مع بنرتدي القفازات. في عندنا الادوات كان زمان يستخدموها في الكاس الزجاجي واستخدموها بالقرن قرون الماعز، بس الحاجات دي طبعا ازاي بتتعقم مش فاهم بيعقموها ازاي، او هل بيستخدموها مره واحده؟ طبعا مش مستحيل. احنا هننسى كل الادوات اللي فاتت، وهي دي الادوات اللي احنا المفروض نشتغل بيها. والادوات دي مش معناها ان احنا بنقول ان هي دي الحجامه الحديثه بالاداه دي، لا، انا ممكن اعمل حجامه بالقرن بس حديثه. بالقرن هو اللي هو القرن الماعز او قرن قرن الماعز البقر، او او الثور. ممكن نعم. اعملها بالكوبايه بالجلاس اللي بيحط فيها الماء دي بس حجامه حديثه. ممكن اعملها بالفنجان بالحجامه الحديثه. ممكن اعمل خشب البامبو بس حديثه. حديثه او طبيه هنا معناها ان احنا زي ما قلت لحضرتك كل مرض او كل مشكله صحيه لها خريطه علاجيه او مواضع محدده احنا بنشتغل عليها مهما كانت الاداه. بس هي الادوات السيف حاليا الموجوده والايز استعمالها اللي هي الكاسات، في منها الماني وفي منها شاينيز، دي موجوده في متناول الايد عن طريق تفريغ الهواء. احنا طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنحدد المواضع اللي احنا نشتغل عليها وبنعمل الحجامه، بنثبت الكاس على الجلد بالمنظر ده كده خلاص. بنسحب، دي بتسحب هواء في اتجاه واحد، وفي فالف او صمام هنا الاحمر ده، ده بيسمح بخروج الهواء ما بيسمحش بدخوله تاني. هي كده، ونسيبها مدة حوالي 5 دقايق 7 دقايق 10 دقايق حسب الجلد بتاع الشخص قدرته على التحمل. في واحد جلد ممكن يتحمل 5 دقايق، وفي جلد يتحمل 10، في جلد ربع ساعة. دي طبعا من الخبرة بيتعرف هسيبها انا قد ايه. دي مرحلة اسمها الدراي كابينج او الحجامة الجافة. الكاسات كلها بتترص مرة واحدة حسب الخريطة العلاجية اللي احنا اخترناها لحجامة هذا الشخص او هذا الانسان. طيب دكتور، بس عفوا يعني حنرجع لموضوع الادوات هاي، لكن في تقرير ثاني عشان نشوف التقرير الثاني، إن شاء مجموعة الله. ثانية من الأسئلة ماشي. والاستفسارات ونرجع نجاوب عليها. مشاهدينا، نشاهد التقرير الثاني في حلقة الليلة، ومن ثم نعاود للإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات. السلام عليكم دكتور. هو بس انا كان ليا سؤال، عايزه اعرف هل الحجامه ليها تاثير على المراه الحامل وبتسبب اي خطوره عليها او لا؟ دكتور انا عندي سؤال، هل الحجامه تفيد في معالجه الامراض الجلديه؟ باي عمر يقدر الشخص يعمل الحجامه؟ دكتور السلام عليكم، الحجامه ليها اضرار سواء كانت سلبيه، وإيه إيجابياتها بالضبط؟ إيه الإيجابيات الخاصة بها؟ السلام عليكم دكتور، عندي سؤال، هل الحجامة في الرأس مفيدة ولا ما مفيدة؟ مشاهدينا، عدنا معكم في الجزء الثاني من حلقة الليلة من برنامج طبيبك، وموضوع الحلقة هو الحجامة مع الدكتور عبدالناصر توحيد. مرحبا دكتور مجددا. طبعا شفنا المجموعة الثانية من الاستفسارات، وكانت عن هل الحجامة تشكل خطورة على المرأة الحامل، وجاوبنا عليها حضرتك. السؤال الثاني كان هل الحجامة تفيد في معالجة الأمراض الجلدية؟ احنا قلتها، انا جاوبتها سريعا كده. الأمراض الجلدية بتخفيها مشاكل كتير زي ما قلت لحضرتك، حسب طبيعة المرض بتتحدد المواضع الخاصة بكل مشكلة. يعني مثلا حب الشباب معظمه في سن الشباب ده عبارة عن خلل هرموني، ففي مواضيع معينة بتظبط بتنظم إفراز الهرمونات. إذا إحنا لو عملنا المواضيع دي حجمناها يبدأ مشكلة حب الشباب تبدأ تقل، سواء في الرجال أو في